يواصل وفد مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب مشاركته النيابية في القاهرة. نعم، المشاركة شهدت عقد جلستين مباحثات برلمانية رسمية مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم العلاقات البحرينية المصرية الأخوية الوثيقة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب، أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية حدثنا حول أهمية هذه المشاركة، خصوصا وأنها تأتي قبل القمة العربية التي تستضيفها مملكة البحرين الشهر المقبل. في البداية أحب أشكركم على الاستضافة وأكد أهمية هذه الزيارة التي تعكس توجيهات جلالة الملك المعظم بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية واللي يعكس علاقات البحرينية مع جمهورية مصر. كانت هناك عدة لقاءات برئاسة رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم مع الأمين العام لجماعة الدول العربية، وكذلك رئيس مجلس النواب المصري ورئيس مجلس الوزراء. كانت هذه اللقاءات يعني تكلمنا فيها عن أبرز سبل التعاون، وإذا هناك يعني يوجد تحديات تشريعية يكون لنا يعني دور ان احنا نشرعها، ويكون لنا دور ان احنا ندلل هذه المصاعب. وتكلمنا عن كثير من الاتفاقيات اللي تم توقيعها بين مملكه البحرين وجمهوريه مصر العربيه، واهمها الاتفاقيه الاقتصاديه اللي تجمع جمهوريه مصر مع البحرين والامارات والاردن ومملكه المغرب، على اهميه هذه الاتفاقيه ولازم ضرورة تفعيلها. وأيضا يعني تم مناقشة اللي هو المؤتمر اللي احنا يعني راح نحضره إن شاء الله، واللي هو يتكلم عن التقنية والذكاء الاصطناعي وأهمية الاستفادة من هذا الذكاء الاصطناعي، ووضع تشريعات وضوابط تحد من السلبيات اللي اليوم احنا نواجهها بسبب تطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وخصوصا يعني ان يتم الاساءة في استخدامه، وشلون السبل اللي احنا نقدر من خلالها بتعاوننا مع جميع الوفود اللي هي حاضرة، وان احنا نتبادل معاهم خبراتهم ونتبادل معاهم التحديات اللي هم واجهوها، وطريقة ان احنا نحولها الى حلول ان شاء الله تشريعية يستفيد منها الجميع. فطبعا هذه الزيارة يعني زيارة مهمة وعلى مستوى عالي، وجميع اللي موجودين اليوم من البرلمانات على مستوى رئاسة هذه البرلمانات، وهذه أيضا فرصة أن تتيح لنا أن احنا يعني نتبادل معهم الأفكار ونتبادل معهم الأحاديث، وخصوصا أن احنا يعني قريبين جدا من تنظيم القمة العربية اللي هي راح تكون في 16 مايو، وأهمية أن القمة بتكون في مملكة البحرين خصوصا وقت هذه زيارتنا يكون معها. فإن شاء الله يعني نتمنى أن الجميع يستفيد من هذه يعني. نعم، إذن من القاهرة سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.